الساعة 9:30 على شاشة المحور، أجمل برامج المنوعات. السبت دوز بنزين مع تامر بشير. النهاردة موجودين في جبان قوي جدا تاكسي أجرة القاهرة، وأنا مهتم جدا بطرق مصر. الأحد الخميس ربع دست الستات مع مها أحمد. إيه؟ طب أكمل الحلقة ولا ما أكملهاش يعني؟ الاثنين والأربعاء بين اثنين مع مها عثمان. ضيف الليلة معارض مع كابتن إشار وطرف. الثلاثاء العاصمة مع تامر عبد المنعم. قيمة احترام المتلقي له. الجمعة سبوت اون سبورت مع عمرو فؤاد. حلقتنا النهاردة خاصة جدا، خلونا دلوقتي نشوف طرق التدريب والقتال لمقاتلين النمسا. استمتعوا معنا بأحلى البرامج الساعة 9:30 على شاشة المحور حصريا. مسلسلات مايو على المحور دراما. رأفة الهجان، محمود عبد العزيز. شارع عبد العزيز، عمرو سعد. بنت من شبرا، ليلى عيني. الزوجة الرابعة، مصطفى شعبان. الشك، مي عز الدين. مكان في القصر، غادة عادل. مسلسلات مايو على المحور دراما. استمتعوا معنا بأجمل الأوقات على المحور دراما. مصر تنتخب الرئيس. من هو رئيس مصر القادم؟ ما هي التحديات التي تنتظر الرئيس؟ ما هي برامج المرشحين؟ المحور في قلب سباق الرئاسة. تابعونا، نساعدكم على انتخاب الرئيس. ربع دست الستات مع مها أحمد، تشاهدونه في الأوقات التالية على شاشة المحور. هذا البرنامج برعاية مصر تنتخب الرئيس. المحور في قلب سباق الرئاسة. سبق، تميز، موضوعية، تغطيات ميدانية، حوارات سياسية، تحليلات اقتصادية. المحور، نساعدكم على انتخاب الرئيس. تابعونا. غادة عادل في مكان في القصر، تشاهدونه في الأوقات التالية على شاشة المحور. هذا المسلسل برعاية مصر أحلى مع وفاء طولان في الأوقات التالية على شاشة محور 2. هذا البرنامج برعاية مصري الطلب. اتنونا بطول بنزين على تامر بشير.
تامر بشير تشاهدونه في الأوقات التالية على شاشة المحور. هذا البرنامج برعاية للإعلان على شبكة تلفزيون المحور اتصل على الأرقام التالية أدلاين المحور قناة العائلة العربية.